طبعا كلنا عارفين أهمية آثار مصر. الآثار دي هي إحنا، ولو سألت أي حد من بره على مصر هيشاور عليها. هي الهوية بتاعتنا وبيها بنعرف نفسنا كمصريين. بس ما أعتقدش مع مشاغل الحياة إن كتير مننا بيلاقي وقت إنه يزور الآثار ويتعرف عليها. كم واحد زار أثر مصري كحب استطلاع مش كرحلة دراسية أو شغل؟ أنا ما أعتقدش إن كتير مننا بيدور على ماضيهم. كم واحد ساكن في شارع الهرم مثلا مفكرش يزور الأهرامات مع إنها قدامه؟ محدش شكل. أهلا. طيب دلوقتي تعالى أحكي لكم قصة جيوفاني باتيستا بلزوني، أو زي ما بيقول عليه بلزوني العظيم. هو إيطالي وجه مصر عشان شغل ما تمش. قام بعته القنصل الإنجليزي لطيبة أول مرة عشان ينقل راس رمسيس الثاني اللي وزنها ما يقلش عن 7 طن. أدى بلزوني العملية بنجاح، ولحد النهاردة راس رمسيس الثاني موجودة في المتحف البريطاني في لندن، ولو أي حد عايز يزورها طبعا ممكن يروح هناك. كل الحفر والتنقيب اللي قام بيه بلزوني كان موافق عليه محمد علي باشا. بلزوني نقب وحفر في أماكن كتير، منها إدفو، الكرنك، أبو سمبل، فيلة، وكان لما بيلاقي حاجة على طول بيبعتها لأوروبا أو إنجلترا. في الوقت ده آثار كتير قوي خرجت من مصر، بس ده كان برضانا. في 1817 بلزوني اكتشف مقبرة ستي الأول، ودي كانت من أعظم اكتشافاته. بس زي أي حاجة اكتشفها بلزوني كان بيفكر إزاي أنقلها لأوروبا، إزاي ينقل مقبرة طبعا صعب، ومش أي مقبرة، دي من أكبر وأعظم المقابر في وادي الملوك. بلزوني لما كان بيكتشف أي حاجة كان عنده فريق بيوثقها. فلما اكتشف مقبرة ساتي الأول، الفريق بتاعه وثق كل الرسومات اللي على الجدران في لوحات من ألوان المية، واللوحات دي هي الدليل الوحيد اللي بيورينا حالة المقبرة وقت اكتشافها. وزي ما انتوا شايفين هي كانت في أحسن حال. حد شاف المقبرة النهاردة؟ أي حاجة ليها عمر. المقابر المصرية القديمة بنيت للخلود الأبدي، ولكن مع كل التدخلات اللي الناس عملتها من حضارات قديمة وحضارات حديثة أدت لتقصير عمر الأثر. وعشان كان صعب على بلزوني إنه ينقل المقبرة، فهو قرر يعمل صباط على الحيط من الشمع والورق والجبس، وطبعا ده أدى لتدمير شامل في جدران المقبرة. بس ده ما كانش هدفه. هدفه الأساسي هو إنه كان يعمل نسخة طبق الأصل علشان يعرضها في الصالة المصرية في البيكاديلي في لندن سنة 1821. زي بلزوني ناس كتير زاروا المقبرة بعديه، ومنهم من الزوار والدارسين، وكل واحد كان يجي كان ياخد حتة في ايده وهو ماشي. بس ده كان الفكر زمان. في خطاب كتبه شامبليون لمدير متحف جونسون كان بيقول فيه: Rest assured, sir, for one day you'll see the beautiful bas reliefs of the tomb of Osiris in the French Museum. That shall be the only way to save them from imminent destruction. And in doing so, I shall be acting as a true lover of antiquity, for I'm taking them to preserve and not to sell. علماء كتير عبر الزمان جربوا طرق مختلفة لتوثيق الآثار. ففي منهم اللي بدأ بالرسم، وفي اللي بدأ بالوصف، وبعدين تقدمت التكنولوجيا شوية ودخل التصوير الفوتوغرافي أبيض وأسود أو مونوكروم، ودخلت الألوان، وبعدين الكاميرا الديجيتال، والنهاردة إحنا بنقدر نوثق على جودة عالية جدا تصل ل 600 بيكسل بير إنش. أنا لو عندي حيط ممكن أشوف إن هو مستوي،
بس لو لمسته بايدي هحس بالتفاصيل اللي فيه. بس طبعا ده ما نقدرش نعمله مع الاثار لانه هيدمرها. في 3D scanning بيخليك تشوف الحاجه كانك لمسها بايديك، تحس بيها بكل تفاصيلها. في انواع مختلفه من 3D scanners. النوع الاكثر وادق دقه هو نظام اللوسيدا 3D scanner. النظام ده هو عبارة عن جهاز بيطلع ضوء على الحيطة على شكل خط، ولما بيمشي على الحيط بياخد الشكل بتاعها. وزي ما قلنا ان الاحتكاك والملامسة للأثر بتؤدي لتدميره أو تلفه. فالجهاز ده بيشتغل بالنون كونتاكت تكنولوجي. التقنية دي بتطلع ملف فيديو، الملف ده بيطلع منه ملف ثلاثي أبعاد بجودة 254 بيكسل بير انش، وبيستغرق ساعة واحدة علشان يستكمل مساحة 48 × 46.8 سنتيمترز، والدبث اوف فيلد بتاعه 2.5 سنتيمترز، وكل ده علشان يكون عندنا سجل أو وثيقة للأثر. مش بس كده، ال 3D scanning بيعرفنا معلومات أكتر عن تاريخ وقصة القطعة الأثرية، وده كله بنعرفه من الأوتر سكين بتاعها. مثلاً في متحف البرادو في مدريد في لوحة دخلت للفنان روبن كان مقاسها مختلف عن باقي اللوح المعروضة، فالمتحف وقتها كان زمان قرروا إن هم يزيدوا إطار داير ما يدور على اللوحة، واتحطت في العرض في البرواز، وما اكتشفش الإطار ده إن هو مضاف على اللوحة غير النهاردة لما حصل لها 3D scanning. أنا دلوقتي شغالة في مشروع مبادرة المحافظة على جبان الطيبة. الهدف من المشروع ده هو توثيق كل المقابر الفرعونية الموجودة في جبان الطيبة بأحدث طرق توثيق للتراث الحضاري. بدأنا المشروع ده بمقبرة سيتي الأول اللي حكيت لكم عن مكتشفها بلزوني، والمشروع ده هيكون مثال لتوثيق كل المقابر الفرعونية. حد شاف مقبرة سيتي النهاردة؟ النهاردة في آخر 200 سنة من عمر المقبرة التلف والضرر اللي حصل كان أكتر من 3000 سنة اللي مضت، وعشان كده قررنا نبدأ بمقبرة سيتي الأول. فريق بتاعنا بدأ في توثيقها، وبدأنا في تدريب كفاءات من المجتمع المحلي في مدينة الأقصر بالاتفاق مع وزارة الآثار وجامعة بازل على أحدث تقنيات توثيق ثلاثي أبعاد. المقبرة دي مهمة جدا ولازم نحافظ عليها، علشان كده احنا بنوثقها. ومش بس ده الهدف بتاعنا، عندنا هدف تاني ان احنا بنعمل نسخة طبق الاصل. هتقولي ليه اعمل نسخة طبق الاصل لما المقبرة موجودة؟ ده بياخدنا لسؤال تاني، هما السياح بيعملوا ايه لما بيخشوا المقابر الفرعونية؟ في اللي شنطته بتخدش الحيط، واللي ايده بتلمس الحيط، واللي بيصور صورة بفلاش بسرعة قبل ما يتقفش، وطبعا عندنا السائح المحترم اللي هو داخل عشان يستمتع بالتاريخ والمقبرة، بس ما عندوش اي فكرة انه وجوده بيخلي يعني كل ما الناس تزيد وتتزاحم بيكتر النفس، والرطوبة جوه المقبرة بتعلى. الرطوبة العالية بتدمر كل الرسومات اللي على الحيط. عشان كده احنا بنعمل نسخة طبق الاصل، وبنشجع الزوار ان هم يزوروها. ده بيدي فرصة للمقبرة انها ترتاح من وقت للتاني من الزيارات، وبيدي فرصة للسائح ان هو يستمتع بزيارة النسخة من غير ما يأثر على الأثر الحقيقي وهو عارف ان هو بيحافظ عليه. في ابريل 2014 احنا عملنا نسخة لمقبرة توت عنخ آمون،
والنسخة دي موجودة بجوار بيت كارتر في مدخل وادي الملوك. ودلوقتي احنا شغالين في مقبرة سيتي الأول. عملنا نسخة لحجرتين من المقبرة وتعرضوا في معرض في أنتيكن ميوزيوم في بازل في سويسرا. الزوار كلهم كانوا منبهرين انبهار شديد لما شافوا النسخة، وكانوا بيتسألوا هو دي نسخة ولا حقيقة؟ المقبرة دي قدرت توصل للناس نفس إحساس المقبرة الأصلية، وده ممكن بيورينا إن الـ 3D scanning يقدر يعمل نسخ تلف العالم وتكون دعاية حلوة لبلدنا. علشان المشروع ده أو الحلم ده يبقى حقيقة، إحنا رممنا استراحة ستوبلير علشان تكون مركز تدريب للكفاءات المصرية الموجودة بمدينة الأقصر على أحدث تقنيات مسح ثلاثي أبعاد. المشروع الطموح ده اللي أنا بديره وبعمل على بقائه هو فكرة واحد إنجليزي اسمه آدم لو، كان حلمه أنه ينشر فكرة التوثيق للآثار بالتقنيات الحديثة للمجتمع المصري، وهو اللي بيدعم ويمول المشروع ده. أنا دلوقتي دربت 4 من كفاءات الموجودين في مدينة القرنة، وهم بيشتغلوا معايا في مقبرة ساتي الأول، وإن شاء الله بعد يومين لما أرجع تاني للأقصر هدرب 2 تانيين هبدأ في تدريبهم لحد ما الفريق بتاعنا يوصل 10، وهم دول اللي هيكملوا المسيرة دي وهيكونوا أول فريق مصري بيشتغل بتقنيات المسح ثلاثي الأبعاد للآثار، وده هيخلينا نعمل فريق مصري بيطلع شغل على جودة أوروبية، وأكيد المصريين طبعاً هيكونوا أكثر حرصاً على آثارهم. شكراً لاستماعكم، وأتمنى أنكم تزورونا في استراحة ستوبلير.